السلام عليكم. يبقى الجزء اللي فات من المحاضرة اتكلمنا على الأروماتيك سلفوريك أسيد وبعد كده الأروماتيك هالايدز، وخدنا أول إكزامبل للنيكلوفيليك أروماتيك سبستيتيوشن، وقلنا ده بيتم في حالة إن الرينج يبقى عليها ليفنج جروب وعليها سترونج إلكترون ويزدروينج جروبس وأورثو بارا للليفنج جروب. في الحالة دي قلنا الرينج دي بيحصل عليها النيكلوفيليك سبستيوشن بالاديشن اليمينيشن. طيب في حاله لما يكون الرينج ما عليهاش الكترون ويزدرول جروب، او الرينج عليها الكترونز كتير بس عليها هالوجين، هل ممكن يتم نيكلوفيليك سبستيوشن للهالوجين؟ يبقى نو الكترون ويزدرول جروبس. يبقى معنى كده ان انا عشان يحصل نيكلوفيليك سبستيوشن لازم استخدم اكستريم كونديشنز، اكستريم نيكلوفيليك سبستيوشن كونديشنز. وفي الحالة دي كمان الميكانيزم بيعكس، بيبقى elimination addition ميكانيزم هنشوفه بعد شوية. يعني ادي الاكزامبل اللي قدامنا، زي مثلا الكلوروبنزين، الكلوروبنزين عليه ليفنج جروب، عليه الهالوجين، لكن معلوش الكترون ويزدروينج جروب، الرنج مش دي اكتيفيتد عادي، الرنج عليها الكترون كلاود اعلى من الحالات اللي احنا قلناها اللي فاتت ان يكون في نيترو ولا. طيب عشان اشيل الهالوجين احط الهيدروكسيل، اعمل نيكلوفيليك سبستيتيوشن يعني بستخدم الصوديوم هيدروكسايد. تخيل انا محتاج ايه عشان اعمل الرياكشن ده؟ المره دي انا محتاج درجه حراره 340 وضغط جوي 2500. انت متخيل عشان اعمل سبستيوشن للهالوجين؟ يبقى دي دراستيك كونديشنز. يبقى في حاله عدم وجود الالكترون ويزدرول جروب عشان يتم النيكلوفيليك سبستيوشن لازم دراستيك كونديشنز. لازم ايه دراستيك كونديشنز؟ يبقى الحاله الاولانيه انا كان عندي رينج دي اكتيفيتد من ناحيه الالكترونز، عليها الكترون ويزدرول جروبز، يبقى قلنا اديشن اليمينيشن اسهل شويه زي النيترو ديريفاتيفز اللي احنا قلنا عليها. لكن في حاله ان مفيش الكترون ويزدرول جروبز، الرينج اكتيفيتد وعليها اقصد ريتش ان الكترون، لو ريتش ان الكترونز يبقى وعليها ليفنج جروب انا ممكن اعمل له سبستيوشن بس هستخدم دراستيك كونديشنز. طيب الميكانيزم في الحاله دي يا دكتور بيتم ازاي؟ قال لي بالاليمينيشن اديشن. طب وضحوها لنا بقى. يعني ادي مثال للهالو الكلوروبنزين، الميكانيزم قال لي ان النيكلوفيل اللي هو صوديوم هيدروكسيد في حالتنا هنا بيعمل اليمينيشن للبروتون اللي على الاورثو بوزيشن، الله، فبيعمل بيدي الالكترونز للبروتون ده فبيسيب الالكترونز بتاعه البروتون، وبالتالي الالكترونز بتاعه البروتون دي بتبدا تسهل الليفنج بتاع الهالوجين. فاحنا هنا بنعمل اليمينيشن لمين؟ اول خطوه اليمينيشن ستيب، بيطلع على الاتش سي ال، بيطلع على الهالوجين والاتش، وبيديني ما دام اليمينيشن يبقى هيديني باي بوند. وهنا الكومبلكس ده بنسميه بنزين كومبلكس، وهنقول الاستراكشر بتاعه دلوقتي وهنشرحه ازاي. المهم ان النيوكلوفيل كان دوره هنا ان بيعمل ابستراكشن للبروتون من الاورثو بوزيشن، وبالتالي بيسهل خروج الايه الهالوجين، وده خطوه الايه الاليمينيشن. فالاليمينيشن بيؤدي الى تكوين البنزين. اما خطوه الاديشن ايه؟ انا عندي في دبل بوند هنا، في بنزين كومبلكس اتكون، يبقى ممكن اعمل اديشن تاني للاتش او اتش للنيوكلوفيل والاتش يرجع تاني. يبقى هنا ايه الاليمينيشن اتش سي ال اديشن لمين؟ لاتش واو اتش. طيب ايه البنزين كومبلكس؟ يعني ايه هنا في الكربونتين دول عليهم تريبل بوند؟ لو عليهم تريبل بوند وزيهم زي الالكاين، لا مش زي الالكاين. هنا البنزين الاستراكشر بتاعه مختلف. انت لو بصيت على الدبل بوند هي بين البي اوربيتالز اللي هم سايد باي سايد دول، والرينج نفسها فيها يعني مش في نفس مستوى الرينج. اذا قلنا الثلاثه بوندز بتوع الرينج بيبقوا بيربنديكولار كده زي الازرق دوت، عمودي على الرينج الاوربيتالز بتاعتهم، فالاوربيتالز بتاعه الباي بوند اللي اتكونت بتبقى عمودي عليهم، فبالتالي مش مشتركه في الاروماتيستي. يبقى الرينج هنا عليها كام، فيها كام كام الكترون مشترك في الاروماتيستي؟ هم نفس السته. هم الاثنين اللي عملوا الباي بوند دول راحوا فين؟ لا ده دول عاملين دبل بوند بيربنديكولار عليهم، عمودي عليهم، ولذلك البنزين هو اروماتيك.
اروماتيك ليه؟ لان الالكترونز اوباي هوك الرول اللي جوه. الباي الكترون دي فين؟ بين الاوربيتالز اللي سايدت على الرينج دول. وبالتالي هو زيه زي الدبل زيه زي الالكين في الحته دي، لكن الالكترونز اللي من جوه دي زي الاروماتيك رينج عادي. فبالتالي الاديشن بيتم ازاي؟ ان الاتش تدخل على هنا والاو اتش على هنا اهو، ويكون لي يرجع تاني الفينول او الاروماتيك كومباوند. تمام. الاروماتيستي ما فيش اي تاثير عليها اثناء الرياكشن، يعني لما عمل اليمينيشن هو اروماتيك بنزين كومبلكس، ولما عمل اديشن اروماتيك ايه؟ كومباوند. لكن في حاله المره اللي فاتت لو تلاحظ كان بيكون كان بيتكسر الاروماتيست. طيب البنزين كومبلكس ده فيري رياكتيف، لان الدبل بوند دي سايد باي سايد فيري رياكتيف، فاي في خطوه الاديشن بتبقى سريعه جدا جدا. تمام. فدي كانت ايه تفسير فاليمينيشن للاتش سي ال واديشن. بس خلي بالك هنا بقى، لما يكون في اديشن الله، طب الاتش تدخل هنا والاو اتش تدخل هنا او العكس، ممكن الاو اتش تدخل هنا او الاتش، يبقى في تو بوسيبلتيز، وهتشوف الكلام ده معناه ايه. ناخد مثلا مثال، يعني لو انا بادئ ببرومبنزين حطيت له صوديوم امايد، ولو تلاحظ الكونديشنز هنا ايه فيري دراستيك، صوديوم امايد في وجود ليكويد امونيا، ليكويد امونيا عند ماينس 33 عشان نعمل السبستيتيوشن، ده دراستيك كونديشنز. تمام. السودامايد الامايد هنا فيري سترونج نيوكلوفيل، كمان فيري سترونج نيوكلوفيل وموجود في امونيا فيري سترونج نيوكلوفيل، فبيعمل اليمينيشن ان اتش بي ار، تطلع الاتش بي ار ويديني بنزين كومبلكس. هنا هو بقى الامايد كان نيوكلوفيل يبدا يعمل اديشن للاتش والان اتش 2، فبيديني ايه الان اتش 2 هنا هو ممكن تدخل بقى في البوزيشن نفسه بتاع البرومين اللي كان موجود في البرومين او البوزيشن الثاني. تمام. فطبعا الاحتمال ده موجود وده موجود، والاتش هتدخل العكس. الرياكشن ده اتاكدوا منه انه شافوا استخدموا وسائل سبكتروسكوبي زي ما هتشوفها لما تدرسوا ان شاء الله، اتاكدوا ان الان ممكن يبقى مرتبط بالكربونه دي او الكربونه الثانيه. تمام. فبالتالي مثلا لو خدت بروم دريفاتيف من البروم بنزين مثلا، وفي في البارا بوزيشن بيثوكسي، اذا الرينج دي هتتفاعل بايه؟ بالاديشن اليمينيشن ولا الاليمينيشن اديشن؟ عشان اعرف اول حاجه في نيوكلوفيل. تمام. الرينج دي ريتش الالكترون ولا بور الالكترون؟ ما دام عليها بيثوكسي يبقى بور سوري ريتش الالكترونز، يبقى دي على طول عايزه دراستيك كونديشنز، يبقى عايزه ايه؟ اليمينيشن ثم اديشن. طيب اليمينيشن يعني هشيل البي ار واتش من على الاورثو بوزيشن اتش بي ار. تمام. يبقى بالتالي هيديني الايه البنزين كومبلكس، البنزين كومبلكس ممكن يبقى هنا وممكن يبقى هنا اهو، ايا ما يكون الحال. لما يجي نعمل اديشن كده يبقى ال NH2 ممكن تتحط في نفس المكان البرومين، ممكن تتحط بيتا، يبقى انا عندي تو برودكتس في الحاله دي. ال NH2 ممكن تدخل بارا للميثوكسي وممكن تدخل ايه بيتا للميثوكسي. تمام. والاتش طبعا العكس، يعني اذا الاتش دخلت على البارا يبقى الاتش تدخل هنا وهكذا. طيب في الاكزامبل اللي قدامنا ده هنلاقي ان الميجور ان الاتش ان الاتش دخلت ايه؟ بيتا. طب ليه بقى دخلت بيتا؟ الميثوكسي بتزود الالكترونز على البارا بوزيشن وعلى البيتا اقل، فطبعا ده نيوكلوفيلك سبستيتيوشن، ده نيوكلوفيل بيدور على المكان الاقل في الالكترون، فبالنسبه له الاقل في الالكترون مين؟ المكان البيتا للايه؟ للميثوكسي. لكن الاثنين بيتكونوا، وده دليل ان الايه الكومبلكس ده بيتكون، لان ايه اللي خلى البي ار طلعت ودخلت يا اما في مكانها لان اتش 2 او في المكان اللي جنبها، يبقى لازم تكون اتكون باستخدام البنزاين. ما حصلش للميكانيزم القديم، لان الميكانيزم الاولاني اللي شرحناه ان يحصل اديشن الاول يبقى لازم تدخل في نفس المكان، يبقى ما عنديش الا الاحتمال ده. لكن لو كان بيتم بالبنزاين وده اللي بيحصل فعلا، ان بيبقى فيه دبل اكسترا دبل بوند اتكونت، وبالتالي الاديشن ممكن يتم على انهي جنب بينهم، يبقى بالتالي لما اجي اعمل نيوكلوفيلك سبستيتيوشن لريتش بنزين رينج عليها هالوجين وهي ريتش الالكترون، يبقى ممكن يطلع لي كذا ايه برودكت. وبالتالي وطبعا انا عايزك تجرب بقى لو البيثوكس دي بيتا لو البيثوكس دي اورثو، ايه الاحتمالات اللي تطلع في الرياكشن ده. الرياكشن ده عشان يتم قلنا لازم يكون دراسه الكونديشن، يعني صوديوم امايد في ليكويد امونيا ماينس 33. طيب سؤال تاني، اول سؤال وجهته لك تفكر فيه، ماذا اذا
الميثوكس دي كانت بدل ما هي بارا كانت بيتا او اورثو، ايه اللي هيحصل؟ هل هيحصل نيوكليفيك سبستيوشن ولا لا؟ دي واحد. تاني حاجه، هل هيدي ديفرنت برودكتس وايه نوع البرودكتس اللي هتطلع؟ تمام. طب السؤال التاني، ايه اللي هيحصل لو البروبين دي هنا وفي جروبز على الاورثو بوزيشن، يعني في ميثايل هنا وميثايل هنا اهو، هل هيحصل نيوكليفيك سبستيوشن او لا؟ عايزكم تفكروا في الكلام ده. طيب فانا عندي الاروماتيك هالايدز ممكن يحصل لها نيوكليفيك سبستيوشن زي الالكال هالايدز بس ديفرنت ميكانيزم. الميكانيزم الاولاني لو الرينج دي عليها بور ان الكترونز يبقى بتتم بالاديشن اليمينيشن، لو ريتش ان الكترونز يبقى بايه؟ بالاليمينيشن اديشن، وقلنا ان لازم دراستيك كونديشنز. تمام. طبعا كولكتيفلي الاروماتيستي سواء الكتروفيليك رياكشنز او نيوكليفيليك رياكشنز او ريدكشن او حاجه زي كده، ده جزء مهم انك تفهمه مع بعضه، وممكن يستخدم في تحولات كتير. يعني انا عايزك تفكر ازاي تحول مثلا الهالوجين للمركب ده، فكر واغلط في مالتيبل ستيبس، كل مره هتشوف تدخل مين قبل مين وازاي تتم الرياكشن، فكر في الرياكشن التاني دوت وفكر في التالت. ان شاء الله اشوف الافكار اللي هتجيبوها في السكشن السكاشن. عايز كل مجموعه تفكر في حل السؤال دوت، بالاضافه ان النيوكليفيليك سبستيتيوشن، عايزكم تعرفوا ان النيوكليفيليك سبستيتيوشن مش بيقتصر بس على الاروماتيك هالايدز، ممكن برضو الاروماتيك سلفونيك سلفونيتس، يعني ممكن السلفونيك جروب ممكن يحصل لها سبستيتيوشن زي مثلا تحضير الفينول من الاروماتيك سلفوريك اسيد من ان اعمل له فيوجن مع صوديوم هيدروكسيد وهكذا. فانا كده غطيت الجزء الاروماتيك هالايز مع ان شاء الله التطبيقات هتتم عليها على في السكاشن. ويا ريت اللي عنده سؤال يجهزه، زي ما قلنا احنا هنحاول نعمل تريننج في السكاشن او ابعتها لكم اونلاين وتفكروا فيها ان شاء الله. ربنا يوفقكم. وده كانت نهايه الاروماتيك هالايدز في صف الرجل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.